بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم مشاهدين قناة إثراء في تلفزيون دولة الكويت مع حلقة جديدة من برنامج يقول المثل. يقول المثل: لسانك حصانك، إن صنت صانك، وإن هنت هانك. في سورة قاف قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الحذر ثم الحذر ثم الحذر من اللسان. اللسان هذا كأنه الله يكافينا الشر، كأنه طلقة، وصعب أنك أنت ترجعها. إذا استخدمت اللسان هذا، لسانك إحصانك، إن صنت صانك، وإن هنت هانك. دائما يعني في بعضهم كم أسرة من أسر افترقوا، ولا أصدقاء افترقوا، ولا أهل افترقوا، حبايب افترقوا بسبب أنه قال كلمة وما عطاها حقها. يعني هذا مثل الحصان، لازم تروضه لسانك، ما يطلع منه إلا كل شيء طيب، كل شيء حسن، كل شيء له معنى ومغزى. استخدمه بالطريق الصحيح. يعني لازم أنك أنت تحسن صياغة هذا اللسان، إنه يعطيك الكلام الطيب والكلام الزين. يعني في بعضهم الله يهديهم ما يود لسانه من أي شيء، أي شيء يقول لا أنا صريح. ساعة الصراحة هذه تكون مزعجة ومؤذية حق خلق الله، إنك أنت والله تقول والله أنا لا أنا بقول هالكلام هذا. طيب هذا أنت الحين أنت أهنت نفسك وأهنت غيرك، لأنك أنت ما استخدمت الاستخدام الصحيح، بأنك أنت تقول الكلام الطيب اللي فيها يعني الأمور اللي فيها ثناء حق الناس ويذكرونك الناس بالخير. دائما في ناس يتجنبونهم، ليش؟ لأن لسانه يعني ما يحسن اختيار مفردات الكلمات، دائما يبي مثلا يهين الناس او شيء. طيب انت الحين شنو اللي استفدت من هالامور هذه كذي؟ فلما يقولون المثل هذا الا هو تحفيز انك انت تستعد قبل لا تقول الكلام، لازم تعرف معناه وتعرف مغزاه وتعرف المراد منه. لان ان صنت صانك، الناس حطوا لك قدر وحطوا لك مقام وحطوا لك جيمة من بين الناس، يميزون يقولون لا والله هذا لسانه ما شاء الله طيب وزين وعلى حسب الأصول. في المقابل في ناس لا والله يهينون نفسهم بالكلام اللي ما له داعي. يعني ترى الأمثال ما انحطت إلا عقب تجارب وعقب يعني علشان الناس تعرف المغزى والمراد من المثل واختصاره. فلما يقول الموصف كذي لسانك إحصانك، صنت صانك، ونهنت هانك. أتمنى أن تكون الفكرة وصلت وشرح هذا المثل. يقول المثل: اللي خاف ما يخوف. دائما الشخص اللي يجدون فيه مخافة من الله سبحانه وتعالى، فعله، كلامه، أسلوبه، غيره، هذا شخص يخاف الله سبحانه وتعالى. ممكن له عدة قياسات، يعني مثلا حتى المواعيد لما يقولك لا والله أيك أو أمرك عقب الصلاة قبل الصلاة، إلا هذا عنده ما شاء الله يعني مخافة من الله سبحانه وتعالى. فلما يقولون إن الشخص هذا يثقون فيه، يقولون اللي خاف ما يخوف. اللي يخاف الله سبحانه وتعالى لا تخاف منه تصرفاته أو غيره. يعني دائما إحنا وقت مثلا شخص يبي يتقدم حق أسرة، مثلا يبي يتزوج أو شيء، لما يسألون عنه ويلقون إنه يخاف الله سبحانه وتعالى، محافظ على صلاته، إنسان يعني صادق، أسلوبه طيب، ليش؟ عنده الوازع الديني،
يخاف الله سبحانه وتعالى يتطمنون للناس لما ينشدون عنه، إلا ما شاء الله راعي صلاح وفلاح، إلا حاط قدامه إنه في أوامر ونواهي من الله سبحانه وتعالى، فهذا يتمتع بخلق عظيم. يعني حتى رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام يقول إن من أخيركم أحسنكم خلقا، يعني الواحد لما يتخلق بالأخلاق الجميلة اللي عنده بناء على مخافة الله سبحانه وتعالى، يخاف إنه يعني يتمسك بالصدق، يتمسك بالأمانة، يتمسك بالأمور الدينية وكذلك العادات والتقاليد الحسنة اللي حثنا عليها ديننا الحنيف ومجتمعنا اللي إحنا فيه لله الحمد. فلما يشوفون هذه الأمور يوصفون الشخص، ترى حتى هذا يعني هم فيه نظرة حتى على البنية نفسها، ما شاء الله إذا كانت تخاف الله حتى الناس يختارون حق مثلا إيه والله هذه فلانة إحنا ودنا أنها مثلا تكون صديقة بنيتنا، ولا هذا صديق ولدنا. ليش؟ حسوا فيه ولقوا فيه مخافة الله سبحانه وتعالى. فدائما الناس يتطمنون حق الشخص اللي لا والله سبحانه وتعالى أول ما يحط يعني يقولون يحط الله سبحانه وتعالى بين انظره بين الوعي والوازع الديني، هذا أكيد أنه يعني تثق في أخلاقه وتثق في دينه ومعاملاته وأسلوبه. فهذا ديننا الحنيف حثنا على هالشيء. فهذا اليوم كان معنى ومغزى وتحديد شخصية الشخص نفسه، إن إذا كان يخاف الله سبحانه وتعالى يعني ما يخوف. يقول المثل اللي يمشي لك شبر امش له باع. هذا بالنسبة حق مثلنا اليوم، لما يقول اللي يمشي لك شبر امش له باع، هذه وحدة قياس بين الشبر والباع، الباع أكبر من الشبر. ليش الناس وصفوا على هالشيء هذا كذي؟ والمعنى ان ساعات شخص مثلا يعني يبادر مثلا مبادرة طيبة، او يكون خلاف يحاول انه يصلح ما بينه وبين الشخص نفسه، او يصلح ما بينه وبين اشخاص ثانيين، يكون هو ما شاء الله يعني يكون هو الصلة اللي بينهم. فدائما ان الواحد اذا حس بهالشيء، فلان والله مثلا صار بينهم زعل، صار بينهم شيء، إلا والله إلا تجدم له شوي. إذا شفت هالشخص هذا يتجدم لك شوي، لا، أنت تجدم له بأكثر من هالشيء، يعني عطى القيمة. ترى هذا ترى من قيمة وكارم شخص، يعني لما يكون ذو خلق جميل ومكارم أخلاق، لما يشوف جبيلة مثلا زعل منه ولا صار بيناتهم موقف، وذاك يعني على استحياء مثل ما نقول والله ها لا والله ما يبي يعتذر ولا شيء، لا بس من المروءة حسيت ان هذا مشالك شوي، لا والله امش لا امش لا اكثر من اللي هو يعني متوقعه. نفس الشيء ترى هم الخلاف لما يكون مثلا بين الزوج الزوجة بيناتهم، لما مثلا الزوج مثلا يكون ذاك اليوم يعني زعلان او شيء او هذا، لا يكابر فيها هذا الموضوع، لقى مثلا ام العيال تغاضت عن شغله مش لا، انت بالعكس تبادر، ويعني حتى لو كنت ترى كلام الطيب ترى فيها هذا ديننا الحنيف حثنا على هالشيء هذا كذي، بادر شو المشكلة؟ بالعكس لك أجر إنك أنت يعني إذا شفت الشخص هذا يستاهل ويستحق إنه والله أي والله فلان والله تنازل معنا، المفروض مثلا أنا أخطيت في حقه، لا والله مشالك شبر مش لا باع، روح وجدم على هالشيء كذي. هذا ترى من يعني الأخلاق الطيبة، وهذا إحنا ما جبلنا عليه يعني، وعلمونا أهلنا وأجدادنا وعاداتنا وتقاليدنا، إن اللي يمشي لك شبر امش لباع. هذا كان تفسير مثلنا.